السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم أبنائي وبناتي طلبة الصف السادس الابتدائي. معنا النهاردة الدرس الثاني من الوحدة الأولى وهو خواص النسبة. أحب أفكرك بالدرس الأول كنا عرفنا فيها معنى النسبة، وقلنا النسبة هي مقارنة بين كميتين أو عددين من نفس النوع ومن نفس الوحدات ولها نفس التمييز. وقلنا النسبة بتساوي الحد الأول على الحد الثاني، يعني مثلا بتساوي 3 إلى 4. قلنا 3 بتسمى مقدم النسبة و4 بتسمى تالي النسبة. النهاردة درسنا اسمه خواص النسبة. النسبة لها 4 خواص، تعالوا نتعرف عليهم ونحل التدريبات عليهم. إيه هي خواص النسبة؟ نمرة 1، يجب أن تكون في أبسط صورة، وده احنا فعلا عملناه واحنا بنحل أي مسألة. الخاصية الثانية، يجب أن تكون النسبة بين عددين صحيحين. 3، يجب أن تكون النسبة من نفس النوع ومن نفس الوحدات. الخاصية الرابعة، النسبة ليس لها تمييز. ناخد كل خاصية ونبدأ نحل عليها. أنا عندي مثال الأول، لو ادخر عمر 32 جنيه وادخر خالد 48 جنيه، أنا عندي الحد الأول للنسبة هيبقى 32 اللي هو ما ادخره عمر، والحد الثاني للنسبة اللي هو 48 يبقى ما ادخره خالد. بقسمة حدي النسبة على 8، ده احنا لو احنا حافظين جدول الضرب كويس بنقسم على طول ونختصرها لأبسط صورة، تبقى 2 على 3 أو 2 إلى 3. ده لو عددين صحيحين، وخلي بالك ان انا شلت التمييز. نشوف مثال تاني، النسبة بين كسرين 3 ارباع الى 5 على 6. ممكن اقول 3 ارباع الى 5 على 6، بضرب هي قسمة طبعا، فبضرب في مقلوب الكسر يبقى 3 على 4 في 6 على 5، 9 على 10، وتقرأ 9 الى 10، ده بعد الاختصار. ده بالنسبة للكسور الاعتيادية. لو أنا عندي كسر عشري لازم أخلص من العلامة علشان يبقى عندي أعداد صحيحة. خلص من العلامة إزاي؟ يا إما أقول 64 على 10 إلى 16 على 1، نفس الطريقة اللي فوق بضرب في مقلوب الكسر. أو ممكن أقولها لك بطريقة تانية، لو هتخلص عندي علامة عشرية واحدة يبقى هضرب 6 و 4 من 10 هضربها في 10 تبقى 64. زي ما ضربت الحد الأول هضرب الحد الثاني هتبقى 16 في 10 160. تختصر برضو في أبسط صورة، ممكن على مرة على مرتين، بس أنا شاطر وحافظ جدول الضرب كويس جدا، فهتبقى في أبسط صورة 2 إلى 5. ده بعد اختصارنا وتبسيطنا، ده الجزئية الأولى. ناخد مثال كمان، مقارنة. مقارنة دي كنا زمان بناخدها زي بالظبط المقارنة بين الكسور الاعتيادية، 3 على 5 و 4 على 7. باختصرهم كنا بنجيب ميم ميم ألف للمقامات اللي هي المضاعف المشترك. خلي بالك الخمسة والسبعة المضاعف ليهم 35، هيبقى 35 بقسم المقام الجديد على المقام الأول واللي بيطلع أضربه في البسط، يبقى 35 على 5 فيها 7، 7 في 3 اللي هو البسط 21. بنفس الطريقة 35 على 7 فيها 5 في 4 بيساوي 20. يبقى هنا لما احب اقارن برضو بواحد المقامات، يبقى عندي الكسر او النسبه الاولى بقى عندنا اكبر من النسبه الثانيه. يبقى دي ان انا اقارن بين نسبتين. لو انا حبيت بقى احل التدريب اللي بعديه لوحدي، طبعا انا خلاص فهمت الطريقه، ال 25 الى 75 اختصرهم لابسط صوره على 5 فيها 25 على 5 فيها الواحد، 75 على 5 فيها ال 15، الله دي ما خلصتش. أقسم كمان مرة على 5 يبقى بالنسبة 1 إلى 3. المثال اللي بعده زي اللي احنا حلينه فوق بالظبط، أوحد المقامات على 32 عشان 8 وال 4 حاصل ضربهم 32، 32 على 8 يساوي 4، 4 في 5 ب 20، 32 على 4 فيها 8، 3 في 8 اللي هو البسط ب 24. ال 20 إلى 24 فوق يا ولاد هقسم على 4، بيبقى بقسمة حدي النسبة على 4، 20 على 4 يساوي 5 و 24 على 4 يساوي 6، 5 إلى 6 ده الناتج النهائي وفي أبسط صورة.
نطبق نفس الطريقه على احد الخواص اللي احنا اتكلمنا عنها في البدايه. جايب لي مثال عند مقارنه بين طولين 160 سنتي و2 متر. الله، ده هنا مش نفس الوحدات، يبقى لازم احول الامتار الى سنتي. افتكر معاك ان المتر بيساوي 100 سنتي، يعني 2 متر هيساوي 200. يبقى الخطوه الاولى حولت بين نفس الوحدات، بشيل التمييز اللي هو السنتي عندي وعندك، يبقى النسبه بقت بينهم 160 الى 200 في ابسط صوره 4 الى 5. مثال كمان، او هو حلهولي بنفس الطريقه بنفس الاختصار والتبسيط. لو انا حبيت اخد حاجه تانية، نوع تاني من التحويلات، الكيلو جرام والجرام، نص كيلو جرام الى 700 جرام. انا فاكره كويس ان الكيلو جرام 1000 جرام، كيلو جرام 1000 جرام، يبقى النص كيلو 500 الى 700، برضو شلت التمييز، هكتبها 500 الى 700 بقسم تحدي النسبه على 100، تبقى 5 الى 7 او 5 على 7 او 5 الى 7. خلاص، هو مديني تمرينين احنا نحلهم مع بعض، تحويلات برضو 27 شهر وثلاث سنوات، السنة 12 شهر، يبقى الثلاث سنوات 3 في 12 ب 36. 27 إلى 36، العامل المشترك بينهم 9. هقسم حدي النسبة على 9، يبقى 27 على 9 يساوي 3، و 36 على 9 يساوي 4. يبقى 3 إلى 4، وكده اختصرناها لأبسط صورة. المثال اللي بعده بالنسبة لنا جديد، إيه هو بقى الجديد فيها؟ إن إحنا ما كناش نعرف الفدان والقراط والسهم. الفدان والقراط والسهم دي بتقاس بيها مساحات الأراضي الزراعية. الفدان في السهم كده جايب لك، الفدان يساوي 24 قراط، والقراط بيساوي 24 سهم. طبعًا من الكبير للصغير أنا عارف إن أنا بضرب، لكن لو من صغير لكبير أنا بقسم. أول حاجة بيقول لي 2 قراط إلى أو 18 سهم، هضرب القراط في 24، 2 في 24 يبقى 48 سهم و 18 سهم، بقينا نفس الوحدات ونفس النوع. أول ما حولتهم وبقى هما الاثنين أسهم، يعني نفس الوحدات، بشيل التمييز اللي هو سهم، واختصر 48 إلى 18. 48 هقسمها على 6 يساوي 8، و 18 على 6 هيساوي 3، يبقى النسبة في أبسط صورة 8 إلى 3. عندي كمان نوع من أنواع المسائل، هنقارن بين مسافات، عندي كيلو متر ومتر. لو قلنا حسام ماشي مسافته ما بين بيته وما بين النادي أو بيته وبين المنزل، أنا بصيت لقيت عندي أمتار وعندي كيلومترات. الكيلو متر 1000 متر، 4 من 10 كيلو متر أحولها إلى أمتار هضرب في 1000، 4 من 10 في 1000 بتساوي كام؟ هتساوي 4000، والأمتار بسيبها زي ما هي، أرتبهم من نفس ترتيب الكتاب، هتبقى 250 إلى 4000، بالقسمة على 10 هقسم هتبقى 25 إلى 400، كمان مرة على 5 هيبقى فيها 5 إلى 80، بالقسمة على 5 آخر مرة في أبسط صورة 1 إلى 16. دي النسبة بين المسافتين، سواء من بيته إلى المنزل، إلى من منزله قصدي إلى النادي أو إلى المدرسة. إحنا المرة اللي فاتت اشتغلنا مع بعض إزاي التحويلات والنسبة بين أطوال المستطيل وبين عرضه وبين مساحته وبين محيطه. ناخد المثال اللي موجود، نسبة بين طول مستطيل وعرضه، بس المرة دي هو اختلفت الوحدات، قال لي 2 متر. أنا عارف إن المتر 100 سنتي، يبقى الـ 2 متر هيبقوا 200 إلى 120، بختصرهم آخر حاجة في أبسط صورة 5 إلى 3، دي النسبة بين الطول إلى العرض. وأفكرك إن محيط المستطيل اللي هو الطول زائد العرض الكل في 2، بعد ما بجيب المحيط برضو بوجد النسبة لأبسط صورة. في جزئية بعد كده تدريبات متنوعة على النسبة وخواصها، نفس النوعية اللي إحنا بنحلها بس فيها مسائل كلامية. أنا طالما فهمت الفكرة هطبق كل أنواع المسائل الموجودة عندي. ناخد منهم مثال،
إذا كانت النسبة بين وزن هاني إلى أحمد، طبعاً هاني الأول نسبته هي 5، أحمد هو الرقم الثاني يبقى نسبته الرقم الثاني اللي هي 6. إذا كان وزن أحمد يبقى أحمد حط النسبة بتاعته تحت اسم وزنه يبقى 6، وزن هاني إلى أحمد 5/6. بص هنا في طريقتين والاثنين أسهل من بعض. ممكن أقول هاني على أحمد 5/6، بضرب في مقلوب هنا وزن هاني 5/6 في 60 يساوي 5 × 10 هيساوي 50 كيلو جرام، ده وزن هاني. دي الطريقة الأسهل طبعا. تمام، تعال نقارن كمان ونجيب المطلوب عندي. بيديني نسبتين يا أولاد. لو أنا مدرسة ابتدائي وعندي عدد الطلاب 540 تلميذ، قال لي البنين الأول يبقى الأربعة الأول، إلى البنات يبقى إلى 5، 4 إلى 5 التلاميذ كلهم يبقى المجموع، هقول إلى المجموع. انتبه معايا، مجموع الولاد والبنات الأجزاء بتاعتهم 5 + 4 يساوي 9، تحت الـ9 بحط كل أعداد التلاميذ اللي هي 540. 540 × 9 اللي هي قيمة الجزء، دائما قيمة الجزء اسمه قيمة الجزء. 540 × 9 يساوي 60. قيمة الجزء أضربها في عدد في نسبة البنين يبقى 60 × 4، بقى عندي عدد الأولاد أو البنين في المدرسة أو التلاميذ 240 تلميذ. عدد البنات النسبة بتاعتهم 5، في قيمة الجزء 60، يبقى عدد البنات 300 تلميذة. أنا بحب إن أنا أتأكد من صحة إجابتي لو جمعت عدد الولاد مع عدد البنات وطلع الرقم اللي هو اداهوني أصلا في المسألة 540، يبقى أنا اتأكدت واطمنت إن أنا مسألتي صح. بجمع 240 + 300 يطلع 540 تلميذ، ده عدد تلاميذ المدرسة كلها، يبقى أنا الحمد لله مطمن إن أنا حليت المسألة صح. عندي مثال كمان، فتحة الأرض المستطيلة دي بيقول لي النسبة بين الطول إلى العرض. الطول إلى العرض هنا 9 إلى 7. إذا كان الفرق طول عمرنا نعرف إن الفرق ده طرح يا أولاد، بين الطول إلى الطول والعرض 18 متر. حلو جدا، يبقى أنا هحط بترتيب الكلام اللي هو قال لي عليه الطول الأول وبعدين العرض، الفرق بينهما اللي احنا بنطرح الأجزاء 9 + 7 يساوي 2. الاتنين دي هي اللي بتعادل ال 18 متر زي ما عملت المسألة اللي قبلها، دائما قيمة الجزء اسمه. بقسم ال 18 على 2 يساوي 9. التسعة في 9 81 متر، طبعا يبقى ده الطول. أما العرض طول قطعة الأرض بتساوي 9 × 9 81 متر، وعرض المستطيل 9 × 7 63 متر. يبقى عندي هنا محيط المستطيل لسه قايلين القانون بتاعه، الطول زائد العرض الكل في 2، 81 + 63 الكل في 2. طبعا بجمع اللي بين الأقواس الأول واضرب في 2 يكون الناتج النهائي 288. يبقى احنا كده تحققنا كمان، انا ممكن ارجع اجيبه من الأول، طول زائد العرض الكل في 2 طلع لي محيط الأرض كلها. إن شاء الله نكمل الدروس اللي جاية كلها خاصة بالنسبة المرة الجاية إن شاء الله بعد مراجعة التدريبات دي ونحل عليها. شكرا ليكم ونتقابل المرة الجاية بإذن الله.